الحمد لله. صباح الخير يا عرسان، افتحوا افتح يا عروسه، خد فطوركم. ما تفتحوا. قوم افتح. افتحوا. صباح الخير يا امه. صباح الخير يا خالتي. صباحيه مباركه يا نينا، عين امك من جنبه. خير صباحين يا عرسان. تفضلوا تفضلوا يا مراري، تعشاهم زي ما هو. يا دي الفضيحه يا ولاد. فضيحتي بس يا خاله وجيده، كل ما في الامر ان بنتكم كاشه مني حبتين، قلت اهملها بروحتها. تهملها كيف؟ ما تفهمونا ايه اللي حصل. وطالع اشم شويه هوا. اطلع يا اخويا زي ما انت عاوز. ايه الحكايه يا فلحه؟ انا خايفه يا امي، عيني ما زرهاش النوم يا خالتي. عمر باين عليه ممسوس. لو ما خدتونيش معاكم انا هموت نفسي. بعدين ده يمكن يكون عليه عفريت يقوم عليا بالليل يخنقني. خش قدامي. امال انا سايباك معايا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه حاجتي وهفوت لكم حاجتكم. انت بتكلم مين يا ام جميل؟ اسكت اسكت، انت مش شايفهم لكن هم شايفيننا، ولازم نستاذنهم ولا يخبوا الحاجه مننا ويخلونا نلف حوالين روحنا. يا ام جميله، شوفي دستي الشنطه فين، او قولي لي على مكانها وانا اجيبها. والعفريت اللي هيتكلم اخزق عينيه. دستور دستور، سامحوه سامحوه ما يعرفش. انا كنت داسه الشنطه تحت الحاجات المحروقه دي، مدي يدك هاتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات المحروقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مراري، الشنطه وين؟ مفيش حاجه يا جميله، ما كنتش اتحرقت مع العشه يا مصيبتي؟ لا، ده انا دستت الشنطه بعد الحريق، قلت العفاريت هتحرسها ومحدش هيجرب من العشه. يا مراري يا مراري، يا حزنك الاسود يا روايح، يا حزنك الاسود يا روايح. الفلوس راحت. مفيش حاجه يا وليه يا مخلول، مفيش حاجه. الفلوس راحت، الفلوس راحت، فلوسي راحت، فلوسي راحت، فلوسي راحت، فلوسي راحت. لا اله الا الله، انا ما سمعش منكم غير خربطه وكلام فاضي. ولما يقوم عليها بالليل يخنقها وهي نايمه. يشنقوه وهو صاحي. في عريس يعمل كده في ليله دخلته يبقى مخه في حاجه. يلا يا جماعه توكلوا على الله من غير ما تروح، مفيش حاجه تستاهل. واه بخرف فيك. بطل اذا ناخت مخ يا جزمه يا بنت. هيجوزك عندك اهو، هيقولك على كل حاجه. كلام اللي يدور بيناتكم يبقى سر، ما عايزينش نعرفه لا منك ولا منه. يلا يا ام بكري، يلا يا ام مناع، قدامي يلا يلا جري. عامل عقل يا ولد اخوي، عقل اللي يمشي ورا كلام الناس وين يغرق. عقل يا بيت. اقول لكم ايه انت وهو، ما عايزينش فضايح على الفاضي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حقك عليا يا نسمة. وانا كنت قلت انك غلطت في حقك. اللي تبقى عروسته زي القمر زيك كده ويزعلها، يبقى لازم يطيب خاطرها ويحب على راسها. طب قولي ايه اللي كان شاغل بالك؟ ولو صدقتك هسامحك. يبقى هتصدقيني عشان انا عمري ما كذبت. هم رجاله شدوا حيلكم. يعني احنا لو حبينا نبني بيوت للعيله كلها هنا هنحتاج مش اقل من 10 فدادين. نخليهم اخر الارض من ناحيه النجف. ممكن يا ابوي، احنا نبني لنفسنا، واللي عايز يبني يبني، الارض موجوده. والغلابه اللي ما يقدروش بحق وحقيقي نفوتهم للبندريه يزلهم، ما بقاش كبير عيله. يعني كيف يعني ابوي هتصرف في الملايين دي كلها عشان نبني؟ دماغي يا ولدي. قرشان برضك يا ابوي، دماغي هتتفرتك. انا قلت لك رايح نفسك، ما عايش تسمع كلامي. كلمش يا ولدي،
كان نفسي ابقى عند الحاج. الحكومه تعترف بالنجعه دي. هيحصل يا ابوي، بس الاول نبقى يد واحده ونبني بيوت حقيقيه مش عشا زي عمال الطراحيل. الحكومه لما هتاجي هنا هتاخد عاطل على باطل، مش هتفرق. والبندريه ممكن يقلوا باصلهم ميانة ويقولوا اننا كنا بنزرع معاهم حشيش بالظبط. يا عم ناجي، نبعد عن الناجع لحد ما العميد احمد يعرف ان انا ما اكذبش عليه. وانت لسات برضك بتحلم ببيوت حقيقيه مش عشش. المهم حدش يوصل للناجع لحد ما طهره من المخدرات والهبات دي. ربنا يديك العمر يا علي. مالك حسان؟ روحني. مالك اخوك؟ مش قادر اصلك تقول يا ولد. ابوي شيل عمي، عمي شيل ياض عشان شد حيلك. ابوي عرفت اني كنت ظالمه الوقت. اعمل يا اخويا، انتوا اللي فكركم راح لبعيد. ربنا يهدي سرك يا بنتي. بصوا يا مري حسان. مالك يا حسان؟ مال ابوك يا مناع؟ اتكلم. اصبر يا ام، اصبر يا ام، ولا فين شنطه الدواء؟ يا مروه الشنطة ايه؟ معقولة يا ام؟ كل ده ورشام ياخد ابويا في اليومين اللي فاتوا؟ وانا ايه عرفني يا ابني؟ هو اللي بيمسك الشنطة وينجي دواها. ليه كده يا ابوي؟ ده شديدها على القلب قوي. محدش دريان بالوجع اللي انا فيه يا ولد. قلبي هيفرفش. روحي هتطلع. مش عارف ايه اللي ممكن ياخده واللي ما ياخدوش. هات اللي هيشكل حتى لو اموت، المهم اموت من غير وجع. لا هيوقف قلبك. ما قادرش اخد نفسي، ما قادرش اتحمل الصداع اللي هيفرتك راسي. صلى على النبي، صلى على النبي. احب عليه الذكر. خد نفسك بالراحه. ريح ابوك يا مناع. يا ابني يا حبيبي مش طايقه اشوفه كده. خد نفسك بالراحه. احويلك يا امي، احويلك. اطلعوا برا، اطلعوا برا كلكم. يلا يلا قدامي. يلا ريحني يا ولد، ريحني يا مناع. احب عليه الذكر. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المبروك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم. تنطق الشهاده يا ابوي، فوتك من كل الالم، وقول وراي اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، وان محمدا رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. خلاص يا خلاص يا ولدي، خلاص. حسس ان انا ارتحت والتعب اتسحب مني. ربنا كبير يا ابوي، ربك رب قلوب يا رب. وانت طول عمرك قلبك عمران بالخير يا ابوي. لطيف. السلامة يا عمدة. مع السلامة يا أبو منع. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إنا لله وإنا بتملي بسأل روحي لك. إنا لله وإنا ده هم قلبي ولا كبر السن؟ وتملي بسأل روحي لما بقين؟ ده هم قلبي ولا كبر السن؟ جرحك ربابة بتاع